وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، نتابع يوما بعد يوم بيانات التضخم وارتفاع الأسعار وأيضا تعطل سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم بقيادة الأزمة الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا. كيف ترى الوضع العالمي وتوقعات حضرتك خلال الفترة المقبلة؟ اهلا، مساء الخير عليك سيدي التلفزيون المصري. صحيح، دي المشكله اللي بتؤرق منذ شهر، منذ بدء النزاع الروسي الاوكراني، المشكله اللي بتؤرق العالم كله وليس دوله بعينها وليس مصر او مجموعه من الدول، لكن العالم كله النهارده اصبح بيعاني من ارتفاع فجاه، وده ارتفاع فجائي نتيجه الازمه، نتيجه الحرب في الاسعار على مستوى العالم، لان زي ما احنا عارفين الحرب، وقلنا هذا الكلام من شهر، بنقول هذا الكلام ان الحرب ضربت عاملين أو قطاعين رئيسيين جدا على مستوى العالم، هو قطاع الغذاء اللي روسيا وأوكرانيا بيتحكموا في جزء منه كبير، وبالذات قطاع الحبوب وقطاع المعادن. بالمناسبة عدد كبير من المعادن الموجودة في روسيا أو في أوكرانيا مرتبطة بالصناعة، ثم قطاع الطاقة والبترول والغاز، وده قطاع حيوي قاطر لما بترتفع فيه أسعار الطاقة وأسعار البترول، طبعا بيجر وراء ارتفاعات على مستوى العالم أو على مستوى كل القطاعات الاقتصادية. فالنهارده الارتفاع للاسف، او الارتفاعات، مش بس الارتفاعات المستمره في الاسعار على مستوى العالم كله. احنا شفنا التضخم في الولايات المتحده وصل لنسبه 10%، لم نراها من 40 سنه. وزير الاقتصاد الالماني حذر من 10%، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ان 10% من الشركات او الاسميز الالمانيه ممكن تخرج من الاسواق نتيجه الازمه. وبالتالي بدات المصارف المركزيه ترفع سعر الفايدة علشان تشفط الكمية الأموال اللي موجودة في المجتمعات أو عند الأفراد، مع ظاهرة نقص سلاسل التوريد أو نقص الإنتاج. طبعا دوت شيء يعني قاسي، أنا كده بخنق الاقتصاد أو يعني بخنق الاستهلاك، لكن أنا ما عنديش وسيلة أخرى. يعني ده الوصفة أو دي السياسة اللي موجودة في الكتاب، إنك أنت بترفع سعر الفايدة وبتقلل ال عملية الاستهلاك أو الإنفاق لما يكون في أزمة في الإنتاج. الحل الوحيد يرجع الإنتاج تاني يشتغل، ولا بديل عن عودة الإنتاج وعودة سلاسل التوريد وعودة التجارة الدولية، لكن ده طبعا يتوقف على مدى الأزمة وإلى أي مدى ستستمر، وإلى أي مدى العالم، وده يمكن اللي أنا قلته منذ فترة، إلى أي مدى العالم هيقدر إن هو يستحمل هذه الأزمة وهذا الخنق. احنا شفنا في أزمة كورونا، طبعا كانت أزمة قاسية جدا، وحصل شات داون أو إغلاق كامل بالنسبة للاقتصاد وحركة التبادل والسفر والحركة بشكل عام، ما قدرناش إن احنا نستحمل، وبدأت الدول تفتح تاني حتى مع وجود الفيروس. أنا أعتقد إن نفس النموذج هيستمر، فإذا استمرت الحرب وإذا استمر هذا النزاع، أنا أعتقد إن العالم لازم هيرجع تاني الى الطبيعه، لان التكلفه العاليه جدا على الدول وبالذات الدول الفقيره تكلفه عاليه. ولا اعتقد ان حتى الدول المتقدمه بما فيها الولايات المتحده هتقدر انها تستمر في ضخ مبالغ او مساعده الافراد والشركات. دكتور عمرو، بمعنى ايه يرجع للطبيعه؟ انا اسف ما سمعتش. بمعنى ايه يرجع العالم مره اخرى الى الطبيعه؟ هل يعتمد على المنتجات يعني الخاصه بكل اقليم مثلا؟ لا لا لا، انا قصدي يرجع الى طبيعته، يعني يرجع العرض والطلب تاني والتبادل التجاري، وترجع المصانع ويرجع التبادل التجاري والاستهلاك، والناس تنزل الاسواق وتشتري، ويرجع تاني حركه الاستثمار. يعني نعم، مش هنقدر ان احنا نوقف او الاقتصاد يفضل واقف ومخنوق لمده طويله. وزي ما انا قلت في جائحه كورونا كان في شت داون، كان في اغلاق. طيب دكتور عمرو، يمكن كان في تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عده ايام ان يعني انتاج القمح هذا العام يعني كثير او وفير في روسيا، هل هذا ممكن ان يغطي مثلا على فجوه نقص الغذاء او نقص سلاسل الامداد في موضوع الحبوب؟ وطبعا حضرتك عارف ان هي اوكرانيا وروسيا يمكن زي ما سيادتك ذكرت ان هي متحكمه فيها 80%. طبعا نعم، الحجم الغذائي العالمي. شوف هقول لك حاجه عزيز الفاضل، لا تستطيع ان تبني رؤية للمستقبل على التصريحات. ليه؟ لأن إحنا في حرب عالمية ثالثة، زي ما أنا قلت قبل كده، إحنا في حرب عالمية ثالثة، كل التصريحات وكل الوسائل وكل الطرق متاحة وتستخدم في هذه الحرب. هذه الحرب ليست فقط عسكرية، هتوافقني في الرأي إن هناك جانب عسكري، هناك جانب اقتصادي، خروج روسيا من
سويفت، الحرب بين الروبل والدولار ومجموعة السبعة زائد واحد لا نراه كثيرا لكنه موجود، الحرب الإلكترونية والهجمات نعم. الإلكترونية اللي موجودة من روسيا على الولايات نعم. المتحدة وعلى أوروبا والعكس صحيح نعم. هناك حرب سياسية، هناك حرب أخلاقية، أننا كل الدول تتكاتف على روسيا، حتى السويد ودول اسكندنافية التي نعم. نعم. دائما أنها دول محايدة تتكاتف على نعم. دكتور عمرو وصلت الرسالة، بنشكر حضرتك الشكر الجزير لدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.